بسم الله الرحمن الرحيم. أبنائي طلبة وطالبات الشهادة الإعدادية، مرحبا بكم في درس جديد من دروس مادة الرياضيات جزء الجبر. النهاردة هنتابع مع بعض باقي دروس الوحدة الثانية، وهناخد الدرس الثاني من الوحدة الثانية وهو موضوع التناسب. موضوع التناسب موضوع كبير نوعا ما، فهنقسمه إلى أجزاء. هنبدأ ناخد الجزء الأول إن شاء الله في حصة اليوم، والجزء الثاني والأخير الحصة القادمة إن شاء الله. في البداية لابد أن نتعرف معنى التناسب. التناسب هو تساوي نسبتين أو أكثر. بمعنى لو عندي نسبة ألف على ب أو ألف إلى ب مساوية إلى نسبة أخرى جيم على د أو جيم إلى د، ففي التناسب في الحالة دي إذا كانت الأعداد ألف وب وجيم ود الأعداد متناسبة أو كميات متناسبة، فإن وضع التناسب هيكون ألف على ب هيساوي جيم على د، حيث ألف يسمى الأول المتناسب، طيب وب هنسميه الثاني المتناسب، أما جيم يسمى الثالث المتناسب، ثم أخيرا د يسمى الرابع المتناسب. يعني عندي ألف الأول، ب الثاني، جيم الثالث، أخيرا د الرابع المتناسب. يبقى هنا كده الأول متناسب، الثاني المتناسب، الثالث المتناسب جيم، وده الرابع المتناسب. يبقى على طول اشوف الجمله الف وب وجيم وده الاعداد متناسبه، بقول له الف على ب يساوي جيم على د. كمان عندي الف ود يسميا معا بطرفي التناسب. يعني انا عندي الف الطرف من برا الخارجي وده الطرف الخارجي الاخر، يعني الف الاول وده الرابع، دول نسميهم طرفي التناسب. اما الطرفين الداخليين اللي هم ب وجيم في الحاله دي يسمى وسطي التناسب. يبقى الف ودال الطرفين، ب وجيم الوسطين. طيب تعال نشوف خواص التناسب. هنقسم التناسب وخواصه عشان اقدر اتعامل مع حل التمارين والمسائل بتاعتي بمجموعه من الخواص. كل خاصيه تندرج تحتها مجموعه من الأسئلة والتمارين، وده ما يمنعش إن أنا أستخدم، ممكن أستخدم خاصية أو اثنين مع بعض، لكن للتسهيل هنقسم خواص التناسب إلى مجموعة من الخواص. الخاصية الأولى بتقول حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. إحنا فاكرين الطرفين والوسطين اللي إحنا سميناهم من شوية كده، يبقى الطرفين ألف ودال والوسطين ب وجيم، يعني حاصل ضرب ألف في دال هيساوي حاصل ضرب ب في جيم. يبقى طب امتى نستخدم هذه الخاصية؟ هذه الخاصية نستخدموها عند وجود مجهول واحد في التناسب. بمعنى لو انا عندي على سبيل المثال 3 على س يساوي 6 على 8، ده تناسب، وانا عندي س ده مجهول، مجهول واحد بس ما فيش س او ص، س وص بس، وعاوز اجيب قيمة س بكام. في الحالة دي استخدم الخاصية الأولى اللي هي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، ويكون 3 في 8 هيساوي 6 في س زي ما. كمان ممكن تكون على صيغة أخرى زي كده، مثلا 3 زائد س على 5 زائد س. خلي بالك هنا البسط عندي هنا أو المقدم النسبة الأولى الس مجهول، بالمثل س برضه مجهول، نفس المجهول، المجهول واحد في الطرفين. طب والتناسب الآخر اللي هي 8 زائد س النسبة الأخرى على 12 زائد س، برضو انا عندي س مجهوله، مجهول واحد في الطرفين، يبقى الاربع اطراف فيهم مجهول واحد اللي هو س. يبقى في هذه الحاله نستخدم الخاصيه بتاعتنا اللي هي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، كما سنتعرف في التمارين اللاحقه. طيب تعال نشوف التمارين تخص هذه الجزئيه. ناخذ مثلا على سبيل المثال التمرين الاول، بيقول لي أوجد الرابع المتناسب للأعداد 4 و10 و16. طيب يعني لا، طالما هو قال لي الرابع المتناسب يعني أنا المفروض إن أنا عندي الأربعة والعشرة وال16 والرابع هنفترضه إن هو س، يبقى نفرض الرابع المتناسب هو س. بناء عليه الأعداد هتبقى 4 و10 و16 وس، بناء عليه زي ما إحنا اتعلمنا بدري يا شباب، يبقى الأربعة على 10 يساوي 16 على س، يبقى الأربعة على 10 يساوي 16 على س، يعني الأول على الثاني يساوي الثالث على الرابع،
يبقى حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، يعني الأربعة هنضربها بالسين والستاشر هنضربها في العشرة ونساويهم، يبقى كده أربعة في سين هيساوي عشرة في ستاشر. بناء السين هنودي الأربعة نقسم على الأربعة الناحية التانية القسمة كده، يبقى السين هيساوي عشرة في ستاشر على الأربعة، عشان إحنا قسمنا أربعة في هذا الطرف. تمام، بناء عليه بعد الاختصار الأربعة في الواحد على الأربعة، ستاشر أربعة في الأربعة يبقى أربعة في عشرة بأربعين، يبقى الرابع المتناسب للأعداد هو أربعين. طيب تعال نشوف مثال تاني، وليكن مثلا أوجد الثالث المتناسب للأعداد. يبقى أنا عشان أوجد الثالث المتناسب أحطه مكانه، يعني أنا عندي الثلاثة دي الأول، السبعة ده الثاني، يبقى كده هقول له إيه؟ ما اكتبش ال 14 اكتب سين، يبقى أنا الأعداد بتاعتي هتبقى ثلاثة وبعدين سبعة وبعدين سين وبعدين 14، يبقى نفرض الثالث المتناسب هو سين، بناء عليه الأعداد هتبقى ثلاثة وسبعة وسين و14. طيب الحتة دي مهمة ومنتبه فيها عشان في بعض الناس تفرض الثالث المتناسب وتكتبه في الآخر في مكانه مش هيبقى مظبوط، يعني مش صح اكتب 3 و7 و14 سين، انا اكتب الثالث المتناسب مكانه الثالث، يعني هحط السين رقم 3 يبقى 3 و7 وسين و14. بناء عليه هتبقى 3 على 7 يساوي سين على 14، 3 على 7 يساوي سين على 14. طب وزي ما انا عملت في التمرين السابق هنعمل برضو حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. بناء عليه هتبقى عندي 3 في 3 في ال 14 هيساوي 7 في السين، يعني او 7 في السين هيساوي 3 في ال 14، يبقى 3 في ال 14 هيساوي 7 في السين. طيب الناحيه دي المره دي هنقسم على 7 على الطرفين، قسمه الطرفين على 7، طيب هتبقى سين واحد سين بس كده هيساوي 3 في 14 على 7. بعد التبسيط والاختصار هنلاقي ان سين هيساوي 6، يبقى الثالث المتناسب هو 6. لو رجعت الاعداد بتاعتي هتبقى 3 و7 و6 و14 هي الاعداد المتناسبه. طيب انا اخذت في التمرين الاول الثالث الرابع المتناسب، ومثال رقم 2 خدنا فيه الثالث المتناسب. تعال نشوف مثال وليكن اوجد الاول المتناسب. اوجد الاول المتناسب، يبقى انا لو فرضت العدد هو س هيبقى مكانه فين؟ ايوه شباب كده، يبقى كده هقول ايه؟ نفرض العدد الاول هو س، يبقى الاعداد س و5 و2 و10. يبقى اهم حاجه في الجزئيه دي نكتب العدد، نكتب الفرض بتاعي مظبوط ومكانه مظبوط. يبقى نفرض الاول متناسب هو س، يبقى كده الاعداد هتبقى تصبح س و5 و8 و10. طيب الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع، يعني س على 5 يساوي 8 على 10، يبقى كده ايه؟ س على 5 هيساوي 8 على 10. نستخدم خاصية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. طيب يلا، في ناس بتقول لي هتبقى س في 10 تساوي 5 في 8، كلام سليم. يبقى كده هتبقى س في 10 هيساوي 5 في 8، وبالتالي فإن س هيساوي 5 في 8 على 10. بعد الاختصار والتبسيط هتبقى الإجابة بتاعتي س هيساوي 4، يبقى التالي الأول المتناسب هو 4، نعتذر. طيب أوجد مثال ثاني، أوجد الثاني المتناسب للأعداد 2 و4 و6. مكانه يا شباب هنفرض الثاني المتناسب هو س، فرضياتي بتاعتي تبقى مظبوط، انا فرضت الثاني متناسب س، يبقى احط الس رقم 2، يبقى العدد بتاعتي هتبقى 2 وس و4 و16. العدد بتاعتي هتبقى 2 ونوسع شويه لانه ده الثاني اللي هو س وال4 و16. بناء عليه الاول على الثاني، الاول اللي هو الاثنين على الثاني اللي هو س يساوي الثالث على الرابع، يبقى الاثنين على الس يساوي 4 على 6. طيب بناء عليه حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، فهنا هيبقى ال 2 في 6 هيساوي ال 4 في الس، يعني 2 في 6 هيساوي س في 4. ومنه
بالقسمة على 4 يبقى السين بس هتبقى 2 في 6 على 4 بعد التبسيط والاختصار. تمام، هنلاقي سين هيساوي 3، يبقى الثاني المتناسب هو 3. يعني الأعداد هتكون بعد التناسب 2 و 3 و 4 و 6. كده أنا أخذت جميع الأعداد الناقصة. يبقى أنا أخذت زي ما يكون الرابع المتناسب مش موجود أجيبه إزاي، الثالث المتناسب أجيبه إزاي، لو الثاني المتناسب مش موجود هجيبه إزاي، لو الأول المتناسب مش موجود هجيبه إزاي. طيب تعال نشوف، لو أنا عندي مثلا الرابع المتناسب للكميات، احنا اخذنا المسائل فيها ارقام، تعال نشوف ايه المسائل بتاعتي هتصعب شويه. مثلا لو عندي كميات ولتكن الف والف تربيع ب والف ب، الرابع المتناسب هنفرض الرابع المتناسب نفس الفرض انه هو س، ونتعامل مع المساله بالرموز الجبريه. في الحاله دي هتبقى بفرض الرابع المتناسب هو س، يبقى الاعداد هتبقى أرب الف والف تربيع ب والف ب وس هي الاعداد المتناسب. طيب بنفرض الرابع المتناسب هو س. طيب في الحاله دي الكميات بتاعتي هتبقى الف والف تربيع ب والف ب وس. في الحاله دي نفس القصه بتاعتنا، الاول على الثاني يساوي الثالث على الرابع، يعني الف على الف تربيع ب هيساوي الف ب على س، واللي كنت بستخدمه مع الاعداد هستخدمه برضه هنا بنفس الوضع. يبقى الف حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. في الحاله دي الطرفين بتوعي اللي هم الف وس، والوسطين الف ب والف تربيع ب هيتضربوا ببعض، هتبقى الف س الف تربيع ب في الف ب هيساوي الف في س. بناء عليه س هنقسم على الف، لان انا عندي هنا س مضروبه في الف، عشان اجيب س بس هتخلص من الرمز اللي قدام س اللي هو الالف، يبقى هقسم على الف في الطرفين، يبقى س هيساوي بعد القسمه على الف يبقى هيصبح الطرف الايسر س، تمام، هيساوي الف تربيع ب في الف ب على الف اللي انا قسمت عليه من شويه. وتخلي بالك معايا، انا عندي الف هنا يتحذف مع الالف اللي فوق كده، يبقى الالف ده مع الالف ده كده، هيفضل معايا الف تربيع مضروبة في ب مضروبة في ب، يبقى ألف تربيع ب تربيع، يبقى الرابع المتناسب للأعداد أو للكميات هو ألف تربيع ب تربيع. طيب نشوف مثال آخر، وليكن أوجد الرابع المتناسب للكميات ألف ناقص ب واثنين وألف تربيع ناقص ب تربيع. نفس طريقة الحل بتاعتي، نفرض الرابع المتناسب هو س. في الحالة دي تصبح الكميات هي ألف ناقص ب و2 وألف تربيع ناقص ب تربيع و س. يبقى كده الكميات بتاعتي هتبقى ألف ناقص ب و2 وألف تربيع ناقص ب تربيع و س. يبقى الأول على الثاني يساوي الثالث على الرابع، يعني ألف ألف ناقص ب على الاثنين هيساوي ألف تربيع ناقص ب تربيع على س. بالمثل حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، وبالتالي فإن ألف ناقص ب مضروبة في س هيساوي 2 مضروبة في ألف تربيع ناقص ب تربيع، وتعال نشوف تبقى إزاي. يبقى 2 مضروبة في ألف تربيع ناقص ب تربيع، تمام، هيساوي ألف ناقص ب مضروبة في س. في الحالة دي يا شباب هتبقى س هيساوي الاثنين مضروبة في القوس ألف تربيع ناقص ب تربيع، وده فرق بين مربعين، على ألف ناقص ب، لأن أنا قسمت على القوس اللي قدام السين. في الحالة دي هنفك القوس التربيع ألف تربيع ناقص ب تربيع، هيتفك فرق بين مربعين ألف ناقص ب وألف زائد ب. كمان هنا الألف ناقص ب هتروح مع الألف ناقص ب بسطا ومقاما، يبقى هتفضل الإجابة بتاعتي 2 مضروبة في ألف زائد ب، يبقى س كده هتبقى 2 ألف زائد 2 ب، يبقى س هيساوي 2 مضروبة في ألف زائد ب، يعني 2 ألف زائد 2 ب، يبقى الرابع المتناسب هو 2 ألف زائد 2 ب. تمام، تعال نشوف مثال آخر
أعلى خاصية رقم واحد برضه. مثال سبعة بيقول لي أوجد العدد الذي إذا أضيف إلى كل من 3 والخمسة والثمانية والاثناشر فإنها تكون متناسبة. يعني عندي عدد أنا مش عارف العدد ده مجهول، يبقى هنفرض العدد سين. البداية بتاعتي أنت توصل للحل من طريق الفرض الصح. أنا هو عدد مجهول معايا، أنا هضيف عدد أنا مش عارفه إيه هو العدد ده، يبقى افترض العدد بتاعي سين. في الحالة دي الأعداد هتبقى 3 زائد سين وخمسة زائد سين وثمانية زائد سين واثناشر زائد سين تصبح متناسبة. طيب يبقى 3 زائد سين على يعني الأول المفروض الأعداد هتبقى 3 زائد سين وخمسة زائد سين والثمانية زائد سين والاثناشر زائد سين. يعني هنفترض أن 3 زائد سين على خمسة زائد سين يساوي 8 زائد سين على 12 زائد سين. السين هنضيف عليه 3. في التالي يبقى الأعداد الجديدة بتاعتي هتبقى سين زائد 3 على سين زائد 5 هيساوي سين زائد 8 على سين زائد 12. كما سبق حاصل ضرب الطرفين هيساوي حاصل ضرب الوسطين. يبقى أنا عندي الطرفين سين زائد 3 وسين زائد 12 نضربهم في بعض كوسين ونسويهم بالوسطين سين زائد 5 في سين زائد 8 تصبح على هذا الوضع. يبقى سين زائد 3 مضروبة في سين زائد 12 اللي هم الطرفين والوسطين سين زائد 5 مضروبة في سين زائد 8. طيب تعال نفك القوس الأول. الأول في الأول سين تربيع يبقى سين في سين سين تربيع. الأول في الثاني سين في 12 ب 12 سين. الثاني في الأول 3 سين. الثاني في الثاني 3 في 12 36. ثم الطرف الأيسر الأول في الأول سين مضروبة في سين يبقى سين تربيع. طيب سين في 8 8 سين. طيب الثاني في الأول 5 بسين ب 5 سين. الثاني في الثاني 5 في 8 ب 40. وبالتالي لما ندقق النظر في الطرفين هنلاقي ان السين تربيع هتروح مع السين تربيع اللي هنا. يبقى الطرفين ما اصبح ما فيهمش سين تربيع، ولكن اصبح الطرف الايمن فيه 12 سين زائد 3 سين ودول يدوا 15 سين هم دول وزائد 36. اما الطرف الايسر اللي هو هيبقى فيه 8 سين زائد 5 سين مع بعض اللي هم 13 سين زائد 40. وبالتالي تصبح المساله بتاعتي 15 سين زائد 36 هيساوي 13 سين زائد 40. طيب هنودي السينات نجمعها في ناحيه والاعداد في ناحيه اخرى. يعني ال 15 سين كما هي وهتيجيها تعدي ال 13 سين الناحيه الثانيه زي ما احنا اتفقنا يا شباب. اللي يساوي دي عامله زي علامه الجمرك بوابه الجمرك، تعدي تغير الاشاره بتاعتك عليه. يبقى ال 13 سين دي موجب 13 سين هتروح سالب 13 سين الناحيه الثانيه. يبقى هتبقى 15 سين ناقص 13 سين تمام هيساوي ال 40 قاعده مكانها وجتها 36 الناحيه الثانيه باشاره مخلفه ناقص 36. بالتالي تصبح 15 س ناقص 13 س هيساوي 40 ناقص 36. طيب لما نيجي نختصر ونبسط هنلاقي ان ال 15 س ناقص 13 س ب 2 س وال 40 ناقص 36 ب 4 يعني 2 س هيساوي 4. طيب هنقسم على الاثنين عشان نتخلص من الاثنين اللي قدام السين. في الحاله دي 2 س على س هيساوي س وال 4 على 2 هيساوي 2. يبقى العدد هو 2. يبقى ما هو العدد الذي اذا اضيف الى الاعداد 3 و5 و8 و12 تكون متناسبه؟ العدد هو 2. طيب بكده نكون خلصنا الخاصيه الاولى وتمارينها المتعدده تمام، وان كانت في تمارين اخرى سوف نتناولها في مرات لاحقه. دلوقتي هنتكلم على الخاصيه الثانيه. الخاصية الثانية وهي إذا كان ألف في جيم هيساوي ب في د يمكن تكوين عدة تناسبات كالتالي. طيب أنا لو عندي الخاصية ألف ب ألف في جيم يساوي ب في د نكون منها مجموعة من التناسبات كلها صحيحة تستخدم في حل التمارين. بمعنى أنا لو هبدأ من عند ألف مثلا، لو أقول ألف أروح ألف على ب هثبت واحدة هنا ألف على ب اللي هو ألف على ب، هبدأ من عند الألف وأروح ناحية الب. طيب وأنا جاي كده طالما أنا وصلت عند ب هجيب د في يدي، يعني يبقى ألف على ب يساوي
د على ج، يبقى اول تناسب ا على ب يساوي د على ج. ازاي تاني؟ هبدا بالبدايه من عندي الف، عاوز اقول الف كده على باء، الف على ب، يبقى انا طالع من عندي الف ومتحرك ناحيه ب، يبقى الف على ب. طيب ما اجيش عد يدي فاضيه بقى اجي اجيب فيها دال عد، يبقى الف على ب، الف على ب يساوي دال على ج، يبقى الف على ب يساوي دال على ج. طب في واحد ثاني ممكن ما يبداش من عند الف، يبدا من عند ج. طب تعال نشوف حاجه ثانيه زي كده اهو، يبقى انا لا انا هبدا من ج، ج على دال مثلا يعني، او ممكن كمان ج على ب، انا مش هتفرق معايا، المهم انك انت بادئ من عند ج ورايح ناحيه دال، يبقى ج على دال ما تجيب تيش فاضي، ايدك فيها تجيب ب، يبقى ج على دال يساوي ب على الف، ج على دال يساوي ب على الف. اما لو قلنا مثلا ج على ب يساوي دال على الف، تعال نشوف حاجه ثانيه ممكن مثلا نجيب من الناحيه الثانيه عاد، زي من الناحيه الثانيه هنقول ب على ج، ب على ج. يلا ناس شاطره كده، انا جبت من ب رحت ناحيه ج، ما جيش لي فاضيه، يبقى الف على د، يبقى ب على ج يساوي الف على د. طيب تعال نشوف تناسب ثاني، مثلا لو بدات من عندي د وقلت د على الف، ما تجيش لي فاضيه اجيب ج على ب، يبقى د على الف يساوي ج على ب. طيب التمارين دي متعدده ومتنوعه، والخاصيه دي ممكن اكون منها تناسبات عده كما سبق أنت نورنا. تعال نشوف إزاي هنتعامل مع هذه الجزيئات. طيب نشوف هنا بيقول لي لو عندي 5 ألف يساوي 8 ب، ألف على ب بكام وب على ألف بكام؟ خلي بالك معايا، يعني عندي 5 ألف هنا، أنا عاوز ألف على ب، هروح من عندي ألف لغاية ب، أيوه كده تمام، إيدي ما تجيش فاضية أجيب 8 على 5. يبقى ألف على ب هيساوي 8 على 5، أنا جايب من عندي ألف كده، ألف على ب إذا ما تجيش فاضي 5، وبالتالي على ألف أعكسهم هتبقى 5 على 8. طيب لو تمرين 3 س ناقص 4 ص يساوي صفر، فإن س على ص يساوي كام على كام؟ يلا نفتكر مع بعض كده. طيب انا هعمل ولتكن على صيغه معادله الثلاثة س ناقص 4 ص يساوي صفر، اودي الناحيه الثانيه 4 ص هتبقى 3 س تمام هيساوي ناقص 4 ص هيساوي صفر. في الحاله دي هودي الأربع صاد الناحية الثانية تغيرها تبقى موجب أربع صاد، لأن هنا سالب أربع صاد. زي ما اتفقنا يا جماعة العلامة تساوي دي زي بوابة الجمرك، تعدي عليها تغير إشارتك، يبقى كده سين. لو بديت لو حبيت أثبت سين أنا هقول سين، أروح عند صاد أجيب الأربع في يدي تبقى أربعة على ثلاثة، وهذا هو المعلوم. طيب نشوف مثال آخر. إذا كان ألف على ب ناقص ألف هيساوي جيم على دال ناقص جيم، اثبت أن الكميات ألف وباء وجيم ودال كميات متناسبة. طيب هنا أنا هستخدم خاصية حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين. في البداية ما تنساش أن أنا قلت لك برضو أن أنا ممكن أستخدم خاصية واثنين في حل المسألة. يعني أنا عندي حاصل ضرب الطرفين يساوي حاصل ضرب الوسطين، الطرفين عندي إيه؟ ألف ودال ناقص جيم، والوسطين جيم وبه ناقص ألف، يبقى ألف مضروبة في دال ناقص جيم جيم مضروبة في به ناقص ألف. طيب هنا هندخل ألف مرة كده، هتبقى ألف مضروبة في دال يعني ألف دال، وبعدين ألف مضروبة في جيم يعني ألف جيم. طيب الطرف الأيسر هتبقى جيم مضروبة ب يعني جيم ب، وجيم مضروبة في ألف يعني جيم ألف،
وبالتالي ألف دال ناقص ألف جيم هيساوي جيم ب ناقص جيم ألف. خلي بالك ألف جيم هي جيم ألف ماشي، لأن دي فيها خاصية التبديل يعني الضرب تبادلي. ألف جيم هي جيم ألف، ألف في جيم هو جيم في ألف، يعني ألف جيم هي جيم في ألف، وبالتالي موجودة في الطرفين سالب ألف جيم وسالب ألف جيم، هنعتبر أن السالب ألف جيم هي جيم ألف هي ألف جيم، وبالتالي الطرفين يعني إيه، طالما أنا عندي العدد موجود في الطرفين فهيتلغي مع بعض، يعني ألف جيم هتروح مع جيم ألف، ويصبح الطرف الأيمن في ألف دال بس يساوي جيم ب، يعني ألف دال يساوي جيم ب اللي هي ب جيم، يعني برضو الثانية إيه الضرب تبادلي. وبالتالي لو قلت ألف على ب، لو من عند الألف أنا ألف على ب هيساوي جيم الخاصية معين سؤال والخاصية الثانية معا، يبقى كده أنا عندي ألف يساوي جيم في يساوي جيم على دال. طيب خلاص كده طالما أنا وصلت إن ألف ب يساوي جيم على دال، يبقى الكميات ألف وب وجيم ودال كميات متناسبة، لأن ده الأول متناسب للثاني المتناسب للثالث المتناسب للرابع. ارجع الخاصية رقم ثلاثة من الخواص المهمة جدا 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 جدا، وهنستخدمها بكثرة في حل التمرين. الخاصية بتقول ان انا لو عندي الف وب وجيم ودال، عندي الف على ب يساوي، من الخطأ ان نقول ان الف يساوي جيم وب يساوي دال وننسى الثابت. الثابت ايه يعني؟ الف اصلي ممكن الف يساوي ايه؟ جيم في ميم، يعني بمعنى يعني لو انا عندي الف على ب يساوي ثلاث ارباع، مش لازم الالف يساوي ثلاثه، لا الالف ممكن يساوي سته، دي تناسب كده، عشان انا ما ننساش ان في ثابت التناسب مضروب في الجيم وفي الدال. يعني الصح بتاعي ايه؟ الصح بتاعي لو انا عندي الف على ب يساوي جيم على دال، يبقى كده ألف هيساوي جيم ميم وب يساوي دال ميم، يبقى ألف في الحالة دي هيساوي جيم ميم وب هيساوي دال ميم، وميم دي ثابت للتناسب، ممكن أي عدد حقيقي تمام بخلاف الزيرو، يعني ممكن عدد ما نضرب البسط في المقام في ثلاثة مثلا، في البسط والمقام في أربعة، يبقى كده ثابت التناسب عندي تمام في الحالة دي لا يساوي الزيرو، لانك انت لو ضربت في الصفر هتبقى كده ايه مفيش تناسب. كذلك خلي بالك معاك، يبقى انا عندي هنا الف هيساوي جيم ميم وب هيساوي دال ميم، في نفس الوقت انا لو عندي الف على ب يساوي جيم على دال يساوي الميم اللي هو ثابت التناسب عندي، ففي الحاله دي الف الف على ب هيساوي ميم، الف على ب هيساوي ايه؟ ميم، يبقى الف هيساوي ب ميم، وجيم برضو في نفس القصة بتاعتنا، يبقى جيم على دال هيساوي ميم، يعني جيم هيساوي دال ميم. طب استخدم انهي خاصية في هذه الخواص؟ استخدم الخاصيتين الجزئيتين وكل الافتراضين صار الافتراضين، يعني انا لو عندي الف على ب هيساوي جيم على دال، هفترض ان الف يساوي جيم دال، وافترض ان الف هيساوي ب ميم وجيم هيساوي دال ميم. انا اوضح، عندي الف على ب يساوي 4 7، احنا زي ما احنا اتفقنا من الخطا ان نقول يساوي 7، لا الف يساوي 4 في حاجه، في نفس الوقت ب هيساوي 7 في نفس الحاجه، بمعنى ايه؟ يعني انا لو ضربت اعتبرت سبب التناسب مثلا ميم، يبقى الف يساوي 4 في 2 ب 8 وب يساوي 7 في 2 ب 14، او لو اعتبرت الثابت التناسب الميم مثلا اللي هنضرب فيها ب 3، يبقى الف هيساوي 4 في 3 ب 12 وب هيساوي 7 في 3 ب 1، والارقام كتير كده، يبقى الى ما لا نهايه. يبقى انا عندي هنا الف، هنفرض ان الف الف قصادها 4 يبقى الف 4 ميم، ب قصادها 7 يبقى ب يساوي 7 ميم. عشان احل المسائل بتاعتي والتدريبات بتاعتي اعرف هعمل ايه، يبقى افترض ان الف ب 4 ميم وب 7 ميم.
طيب كمان لو عندي مسألة زي كده، ألف على اتنين يساوي ب على تلاتة يساوي ج على خمسة يساوي م، يبقى ألف هساوي اتنين م، وب هيساوي تلاتة م، وج هيساوي خمسة م. طيب تعال نشوف تمرين أو على هذه الخاصيه. يلا كده نفكر يا شباب. ماشي. طيب انا طالما من راس السؤال مديني ان الف على ب يساوي 3 ارباع، فان الف في الحاله دي هيساوي 3 م، وب هيساوي 4 م. يبقى الف هيساوي 3 م، وب هيساوي 4 م. خلاص يبقى عندي الجزئيه دي، الف بكام وب بكام، بحيث ان انا كده في محل المساله بتاعتي ما لقاش غير مجهول واحد اللي هو ميم. الهدف ان انا بفرض الفرض ده عشان المجهول يبقى مجهول واحد، ميم اقدر اجيبه بسهوله. طيب في الحاله دي نفرض ان الف يساوي 3 ميم وب يساوي 5 ميم. طيب نرجع للمساله بتاعتي، الف زائد ب على الف ناقص ب. طيب الف زائد ب هنشيل ألف ونكتب مكانها 3 ميم. طيب الفرض اللي أنا فرضه ونشيل به ونكتب قبلها 5 ميم. يبقى 3 ميم زائد 5 ميم اللي هي ألف زائد ب. طيب ألف ناقص ب هشيل ألف واكتب بها 3 ميم. طيب واشيل ب واكتب 5 ميم. في الحالة دي هتبقى 3 ميم زائد 5 ميم على 3 ميم ناقص 5 ميم. طيب دول البسط ب 8 ميم والمقام بسالب 2 ميم. الميم هتروح مع الميم يفضل معايا 8 على سالب 2 يساوي سالب 4. يبقى قيمة المقدار ألف زائد ب على ألف ناقص ب بسالب 4. تمام يا شباب؟ طيب تعال نشوف مثال آخر. طيب إذا كان ألف على 3 يساوي ب على 4، فإن 4 ألف ناقص 3 ب زائد 7 يساوي كم؟ يلا عاوز حد كده يساعدني ويفكر معايا. طيب تعال نفكر مع بعض. أنا عندي لما يكون الوضع بالصيغة دي ألف على 3 يساوي ب على ميم، مش هنفرض إن ألف يساوي ب ميم، لا أنا هبص كده هاخد، لا هاخد المرة دي إن ألف يساوي اللي تحتيها في ميم 3 في ميم. يبقى المرة دي هفرض إن ألف يساوي 3 ميم، وبالتالي ب يساوي 4 ميم. ونرجع للمسألة بتاعتي ونعوض ونشوف هنوصل ليه. يبقى ألف في الحالة دي ألف هيساوي 3 ميم، وب هيساوي 4 ميم. يبقى نفترض أن ألف ألف على 3 يساوي ب على 4 يساوي ميم. في الحالة دي ألف هيساوي 3 ميم، وب هيساوي 4 ميم. طيب هنرجع المسألة بتاعتي، 4 ألف يعني 4 مضروبة في 3 ميم، 4 في 3 ميم. طيب أما 3 ب هتبقى انا ترتنا ب ب 4 ميم، يبقى 3 في 4 ميم زائد 7 زي ما هي. يبقى انا عندي 4 في 3 ميم دول ب 12 ميم، وعندي 3 في ال 4 ميم ب 12 ميم ايضا، وعندي 7 زي ما هي. ولكن لاحظ ان انا عندي 12 ميم بالاشاره موجبه و 12 ميم باشاره سالبه، اي ان موجب 12 ميم وسالب 12 ميم هيروحوا مع بعض، عدد والمعكوس الجمع له. يبقى 12 ميم ناقص 12 ميم بصفر، ويفضل معايا السبع. يبقى قيمة المقدار 4 ألف ناقص 3 ب زائد 7 يساوي 7. طيب تعال نشوف مثال آخر، مثال 13 بيقول لي إذا كان ألف وب وجيم ودال كميات متناسبة، اثبت أن ألف زائد ب على ب يساوي جيم زائد دال على دال. طالما ألف وب وجيم ودال كميات متناسبة، هنثبت أن ألف على ب يساوي جيم على دال، وفي الحالة دي ألف هيساوي ب م، وجيم هيساوي دال م. ولو فرضت الفرض الأول أن ألف هيساوي جيم ميم وب هيساوي دال ميم، برضه هيحصل لي نفس الحالة. يبقى
تعال نشوف الطرف الأيمن بتاعي اللي هو إيه؟ اللي هو أ زائد ب على ب. هنشيل أ ونحط مكانها ب م زائد ب كما هي. يبقى أ هنشيلها ونحط مكانها أ هنشيلها ونحط مكانها ب م زائد ب كما هي على ب. طيب هنطلع هنا نستخرج ال ب كعامل مشترك أعلى في القوسين في القوس يبقى هنا كده استخرج به يبقى به افتح قوس هنا تبقى ميم زائد واحد على به. البه هتمشي مع البه في البسط والمقام يبقى الطرف الايمن هيساوي ميم زائد واحد. طيب تعال نشوف الطرف الايسر اللي هو جيم زائد دال على دال. نفس الحكايه ان انا افترضت ان جيم هيساوي دال ميم يبقى جيم هنا هشيلها واحط دال ميم على دال ونستخرج العامل المشترك الاعلى اللي هو د م من البسط معي. تمام في الحاله دي هيكون عندي الدال تمشي مع الدال يبقى الميم زائد واحد هيساوي على دال. في الحاله دي هتبقى انا عندي هنا الكوس بتاعي م زائد دال يبقى الطرفان متساويان. طيب نرجع لآخر مثال معي في هذه الحلقة. بيقول لي إذا كان ألف وبه وجيم ودال كميات متناسبة اثبت أن 3 ألف ناقص 2 جيم على 5 ألف زائد 3 جيم هيساوي 3 به ناقص 2 دال على 5 به زائد 3 دال. طيب الإجابة بتاعتي برضو هقول له بما أن أ وعلى ب يساوي ج على د يساوي م فإن أ في الحالة دي هيساوي ب م أ هيساوي ب م وج هيساوي د م. طيب تعال نشوف الطرف الأيمن. الطرف الأيمن اللي هو 3 أ ناقص 2 ج على 5 أ زائد 3 ج. هنشيل أ وهنعوض فيها ب م ونشيل ج ونحوض فيها ب د م يبقى 3 مضروبة في ب م ناقص 2 ج هتبقى 2 مضروبه في د م. هنطلع م عامل مشترك يبقى يفضل هنا يعني نطلع منهم م تفضل 3 ب ناقص 2 د. في نفس اللحظه اللي هتطلع فيها في المقام هنعوض عن أ ب م ونعوض على ج د م هتبقى 5 ب م زائد 3 د م وبالتالي هنطلع م كعامل تمام هيفضل 5 ب زائد 3 د. طيب اصبح عندي م مضروبه في 3 ب ناقص 2 د وم مضروبه ب 5 ب ناقص 3 د. طيب هالم هنا هنمشيها مع الم في البسط مع المقام تمام يعني بالقسمه على م هيفضل عندي البسط 3 ب ناقص 2 د على 5 ب ناقص 3 د. الله ده هو ده الطرف الايسر. هو بيقول لي اثبت ان 3 أ ناقص 2 ج اللي هو الطرف الايمن تمام هيساوي 3 ب ناقص 2 د على 5 ب زائد 3 د اللي هو الطرف الايسر اللي هو انا اثبته من شويه. معلش الاشاره موجبه. طيب يبقى كده الطرفان متساويان. وبكده اكون معكم وصلت الى نهايه درس اليوم. وشكرا لكم وبارك الله فيكم وارجو لكم اطيب التمنيات ودوام التوفيق. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.